كل شخصين على خلاف، واحد فيهم يغدر بالتاني ويعملوا حركة خلق بالشكل ده، تمام، ويغمى عليه ويسكت أرضا. قول يا محمد بعد إذنك، ليه ده يحصل؟ وليه الحركة دي حصلت؟ طب لو حصل معنا موقف زي ده إزاي نتصرف؟ حضراتكم بالله عليكم لا تأمنوا لأي حد مهما كان مين، تمام؟ لو أنت على أي خلاف مع أي شخص خد حذرك كويس وخليك عارف ان ممكن يكون الشخص ده غدار وخاين. ما علينا يا كابتن، انا دلوقتي في حد عمل فيا حركه الخنقه دي، اتصرف ازاي؟ وليه الشخص ده لما خد الورا وجرجر راح اغمى عليه خالص وقع على الارض؟ ليه ده حصل معايا؟ لان في الحركه ديت لما الشخص ضغط بايده بقوه هنا، تمام، نيجي ندرس علم التشريح. هنا القصبه الهوائيه، القصبة الهوائية، وهنا الشريان السباتي الكروتيد ارتري، هنا الشريان اللي بيوصل الدم، وهنا القصبة الهوائية اللي بتوصل الهواء للرئتين، تمام؟ فالضغط هنا بقوة في المنطقة دي والمنطقة دي، هنا انت فصلت الدم وفصلت الاكسجين عن الدماغ، فالانسان بيخش في مرحلة فقدان الوعي. يعني لو مفيش حد لحقه للأسف الانسان ده ممكن يتوفى. اول ما تشعر على طول ان في حد خنقك من الخلف لازم توقف قوة الخنق دي مباشرة. ازاي؟ تنزل عظمة دقنك وايدك الاتنين تمسك بقوة جدا، تمام؟ تاني، انا دلوقتي هو ماشي في امان الله وحد خنقني بقوة، يبقى اعمل ايه؟ اهو بنزل عظمة الذقن دي وبمسك ايه؟ وبمسك الايد بقوة. الشخص ده وقع لان هو زي ما اتفقنا ما ثبتش قوة الخنق، وركبته التانت وجسمه جل قدام، يا اصحابي يا محمد، وجسمه جل قدام كده. غلط. لو اي حد بيخنقك وبيسحبك، يلا محمد اسحبني، لازم تروح معايا، امسكها، روح معايا، اتحرك معايا، لازم تتحرك معايا. لكن انك انت تفضل ثابت فهتلاقيه جرجرك، جسمك مال للامام ووقعت والخنق تم بسرعه، تمام. هتصرف بقى ازاي على طول؟ اهو اول واحد يخنقني نزل عظمه الدقن وانزل ايدي بالشكل ده بقوه وبرجلي ضربات متتاليه، ارفع ركبتي تحت الحزام اهو، اضرب واضرب واضرب بايدي بكوعي، اضرب ضربات متتاليه. يبقى تاني لو واحد بالشكل ده خانقني نزل الايد واضرب ايه؟ اهو بالكوع تحت الحزام، ضربات متتاليه ورا بعض. ولكن الطريقه دي وارد ان هي ما تنفعش، يعني ممكن يسيبني وممكن ما يسيبنيش. طيب على الحاجه الثانيه بقى هتصرف ازاي؟ ها اثبت قوه الخنق بالشكل ده اهوت، هعمل ايه بقى؟ بص معايا، هجيب ايد عند وشه او عند دقنه هنا كده، والايد الثانيه خلف راسه اهي كده على طول، واروح اعمل ايه؟ اروح لفه كده بالشكل ده جايبه على الارض. دي التقنيه الاخرى، اهو واحد بيخنقني وعايز يسحبني لورا، انزل عظمه الدقن وانزل ايدي وارجع اهو اسيب ايد واحده، يعني ما اسيبش ايدك الاثنين مع بعض، لا ايد ورا ايد اهو، تيجي عند الوجه كده وعند الانف بالشكل ده وخلف الراس اهو اهو بالشكل ده، هاته على الارض. طيب الحاجه الثالثه تتصرف ازاي؟ لف وراه اهو، نزل على طول الدقن والايد اهو، بص تعمل ايه؟ طلع رجلك لف وراه كده اهو اهو اهو، بص وبايدك وقعه هتلاقيه وقع. طيب لما انت بتلف وراه مثلا انا يعني اسحبني، لو هو بقى وقع معاك مثلا اهو، وقع معاك وخانقك هنا، اتصرف ازاي؟ على طول تلف اتجاهه هو كده كده، انت بوظت حركه الخنق، وتضرب تضرب 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 تضرب، مقاومه مستمره. انت ما بين حياه او موت، اهم القواعد تنزل عظمه الدقن وتمسك بايدك، تضرب بالايد تضرب بالرجل، ما نفعتش هات لف الراس، ما نفعتش لف وراه وقعه، ولو وقعك معاه تلف وتضرب ضربات متتاليه. يا رب نكون استفدنا، شكرا يا محمد.